صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وبنبدأ أولى فقراتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس. وأعتقد مفيش أهم مما يحدث على أرض السلام، أرض مدينة شرم الشيخ، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة بالدراجة في مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المنطقة الخضراء صديقة البيئة اللي بتشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ. والتقى السيد الرئيس خلال هذه الجولة مع سيدة سويدية ناشطة في مجال المناخ. السيدة دي قطعت مسافة 7000 كيلو بواسطة دراجة هوائية في رحلة استمرت 4 شهور علشان تشارك في مؤتمر شرم الشيخ. تعالوا نتابع التفاصيل. المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع، ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوة نفسها من الكرتون معدة تصنيعه، يعني مع البيئة يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنية اللي معمولة فيه معمولة مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجودة بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعية. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فندم فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي، و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة يا فندم هي اللي أمام حضرتك، الخيمة اللي لونها أبيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله المراسم النهاردة. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الشرفية، شركة مصرية بنقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة بشباب مصريين، بنحاول نحل جزء شبكة المواصلات وهو الجزء الخاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنة دي بأكتر من 500,000 رحلة وأكتر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعة الأولانية اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل كهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بتغير المناخ. المدى بتاع قد ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. ولازم يتشحن بعد كده؟ لازم يتشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحله دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الارض في رساله للعالم ان احنا لازم نشتغل ونبدأ من مصر. ربنا يوفقكم. ميرسي. ربنا يوفقكم. اشكرك يا فندم. يلا نبدا.
كمان امبارح على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27 استقبل سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي السيدة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وأكد سيادته على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات. وخلال اللقاء أكدت نانسي بلوسي على تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع السيدة بيلوسي أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد إلى مصر، مؤكدا سيادته استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات. كما أكد السيد الرئيس في هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيد الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكي، حيث حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وردا على استفسارات بعض الأعضاء من الوفد، شرح السيد الرئيس الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكدا سيادته على الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين. وتم أيضا مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي. كما استعرض السيد الرئيس كذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلي، وكذا الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة. طيب لسه مستمرين في سرد أهم الأخبار التي حدثت بالأمس. امبارح أيضا المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية نشر على صفحته على الفيسبوك بيان مشترك بين مصر وبلجيكا، ده لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر. والمنتدى ده يعني بيتعمل على أو بيعمل على تيسير عملية إنتاج واستخدامات الهيدروجين الأخضر والإسراع نحو الانتقال العادل للطاقة المتجددة. وكمان نشر المتحدث بيان مشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة حول الهيدروجين المتجدد، واللي بيأكد على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي وتعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة، وكمان تحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل. امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية حضرت عدد من العروض خلال تفقدها للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: شعرت بسعادة بالغة، خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي الذين يصلون الليل بالنهار
لخدمة ضيوف المؤتمر حتى تخرج كل فعاليات في أفضل مستوى، وقد رأيت المستوى غير مسبوق من الاحتراف بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية. ووجهت السيدة انتصار السيسي التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.